إيميل يتسبب في إقصاء أقوى لاعبي الفي جي سي من حول العالم، وإيه حكاية موضوع الغشاشين في الفي جي سي، وهل هو فعلا غش ولا لا؟ تعالوا نشوف. أنا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة بوكيمونيان، أنا بروفيسور بيبعم، والنهاردة جايب لكم فيديو مختلف شوية عن العادة اللي بتشوفوها على القناة عندنا. فيديو اليوم بيتكلم عن مشاكل كبيرة بتتعلق بموضوع حساس في عالم البوكيمون، وهو استخدام بوكيمونات تم تعديلها من خلال تطبيقات خارجية زي بي كي هكس في البطولات الرسمية للفي جي سي، وكمان تأثير ذلك على اللاعبين اللي راحوا اليابان للتنافس على لقب بطل العالم. طبعا قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، لو دي اول مره ليكم معانا على القناه فبرحب بيكم، واتمنى انتم تستمتعوا معايا بوقتكم، ولو ده حصل يا ريت ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، هبقى متشكر جدا لدعمكم لينا. وطبعا لو عايزين تشتركوا في الجيف اواي على $35 امريكي على النينتندو اي شوب، هتلاقوا القواعد مكتوبه في الديسكربشن تحت الفيديو، ويلا بينا نبدا مناقشتنا الليله. تعالوا نبدأ كلامنا عن ايه اللي حصل في اليابان من الاساس. قبل بداية البطولة بفترة قصيرة، ارسلت شركة بوكيمون ايميل لكل اللاعبين المشاركين في البطولة بيبلغوهم فيه انه سيتم فحص البوكيمونات الخاصة بيهم قبل البطولة للكشف عن اي بوكيمونات معدلة او تم التلاعب فيها من خلال تطبيقات خارجية. طبعا الميل ده سبب رعب لكثير من اللاعبين، ولكن هناك البعض الاخر اللي استهتر بالموضوع ده. الحقيقة هو ان كل سنة بيكون مكتوب في كتيب القواعد ان ممنوع تستخدم اي بوكيمونات من النوع ده في البطولات الرسمية، بس ليه السنة دي كان الموضوع مختلف؟ طبعا انتوا عارفين ان اليابان بلد ما بتهركش في تطبيق القواعد، وموضوع التلاعب ببيانات الالعاب ده خطير جدا جدا وممكن يوصل لحد السجن. ايوة زي ما سمعتوا، الموضوع بهذه الخطورة. طبعا اكيد بتتسألوا دلوقتي يعني ايه بوكيمونات معدلة وايه بي كي هكس اللي انا ذكرته في اول الفيديو. بي كي هكس تطبيق مشهور جدا زي ما انتوا شايفينه على الشاشة قدامكم، بيساعد اللاعبين اللي عندهم جهاز نينتندو سويتش معدل انهم يعدلوا تقريبا اي حاجه في البوكيمون الخاص بيهم، بل وكمان يمكنهم من ايجاد بوكيمونات شبه من العدم واضافتها للعبه. طبعا هناك بعض التعديلات الغير منطقيه واللي بيتم اكتشافها بسهوله جدا، زي مثلا انك تخلي بوكيمون زي ارشيفو الموجود في العاب سورد وشيلد فقط كانك امسكته او لقيته في سكارلت وفايلت. بس الحقيقه اللاعبين بيستخدموا التطبيق ده لتوفير الوقت في تحضير الفرق، لان للاسف اللعبه حاليا تعاني من حاجه غايبه عنها اسمها ايز اوف اكسس، او سهوله الحصول على بعض الاشياء اللي بتجعل فريقك جاهز للمباريات التنافسيه بشكل لائق. يعني باختصار، اللاعبين بيستخدموا التطبيق ده لتوفير الوقت فقط ولا يعطيهم اي افضليه اخرى غير كده. طبعا النتيجه كانت انه تم اقصاء عدد لا باس به من اللاعبين اللي طبعا استهتروا بالميل اللي جالهم ده، ومن بينهم كان لاعبين مشهورين واقوياء جدا، انا مش عايز اذكر اساميهم طبعا، بس طبعا هم من بلاد مختلفه وجايين من يعني اخر الارض علشان يتنافسوا على لقب بطل العالم. وساعتها الناس على تويتر انقسمت ما بين مؤيد ومعارض لما حدث في اليابان. على ناحية المؤيدين بيقولوا ان لازم يتم اتباع القواعد، ومن حق شركة بوكيمون اتخاذ الاجراءات اللازمة اللي هم شايفينها مناسبة تجاه المخطئين في هذا الموضوع. اما الوجه الاخر للعملة، فالمعارضين كانوا شايفين ان عدم توفر طرق سهلة لتحضير الفرق في اللعبة شيء غير عادل، وده زي ما قلت لكم موضوع بيحتاج وقت كتير جدا، ومننا ناس كتير بتشتغل او عندها عائلات، وللاسف طبعا الفي جي سي دايما بتتطور وبتتغير، وحتى لو حضرت فريق معين ممكن في يوم وليله حاجات تتغير تخليك محتاج تغير فريقك ده كله وتبني واحد جديد. المشكله بقى انه حتى لو انت لاعب نظيف ومش بتستخدم التطبيق ده، ممكن تعمل مقايضه مع حد ويجي لك بوكيمون معدل من غير ما انت تدرى، وتاخد البوكيمون ده لبطوله رسميه وبدون اي ذنب يتم اقصائك من البطوله. ولذلك انا شايف ان حل الموضوع ده حاجتين سهلين جدا. اول حاجه توفير ايتمات او اشخاص في اللعبه تساعدنا على تحضير فرقنا بشكل اسرع، مثلا وجود شخص يقدر يغير في الاي فيز او الاي فيز بتاعت البوكيمون بدل استخدام الفيتامينات، واللي بالمناسبه هي باهظه الثمن جدا في اللعبه وبتحتاج موارد ماديه مش سهل الحصول عليها علشان نقدر نشتريها. والحل الثاني وهو الاهم، طرح خاصيه في الالعاب تساعدنا على كشف البوكيمونات المعدله والتاكد من ان فريقنا ده ما فيهوش اي مشاكل ممكن تعرضنا للاقصاء من البطولات الرسميه. بس طبعا لازم تسيبوا لنا رايكم في التعليقات، هل انتم شايفين ان اللي حصل في اليابان ده كان عادل ولا لا، وايه كمان حلول ثانيه ممكن يتم ايجادها لتسهيل تحضير الفرق في العاب البوكيمون. اتمنى ان انتم تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم، ولحد ما اشوفكم في فيديو جديد على قناتنا خلوا بالكم على نفسكم. انا كنت بروفيسور بيبعم من قناة بوكيمونيان، وسلام.